مشاهدين الكرام واهلا بكم ب 52 دقيقة. طبعا اليوم وصلت لنا كثير من المناشدات من قبل اصحاب المحلات بسوق حي الجهاد الشعبي، وهذا السوق ماخذه مستثمر من امانة بغداد. اليوم المستثمر بده يطالب اصحاب المحلات مبالغ طائلة، اللي هو كل سنتين يجددون العقد، لكن صح يجدد العقد لكن المبالغ بده تصير بتزايد كل سنتين. اصحاب المحلات اليوم رافضين هذا التزايد، لان بالتالي يقول لك احنا ما بدنا نطلع هذه المبالغ حتى احنا بدنا نقدر نعطي المبالغ اللي يريدها. راح نروح احنا بداية جولتنا الى امانة بغداد نشوف شنو الموضوع يمهم. وصلت لهم مناشدات هذا السوق اصحاب المحلات، بعدها راح نروح للسوق ونلتقي باصحاب المحلات ونشوف ايش قد المبالغ اللي يريدها المستثمر من عندهم. ابقوا ويانا بهذه الجولة. اليوم احنا في مقر امانة بغداد، راح يكون معنا الاستاذ اسماعيل صبار معاون مدير العقارات لامانة بغداد. اهلا بك استاذ. اهلا وسهلا. 52 دقيقه. اهلا وسهلا. بالبداية اريد اعرف من حضرتك انه شلون يكون التعامل بينكم وبين المتعهد او المستثمر، يعني شنو الضوابط او شنو الشروط اللي تفرضوها على المتعهد او المستثمر اللي ياخذ عقارات من امانة بغداد، تخص امانة بغداد مثلا، بالمثل اذا اخذ اسواق شعبيه، شنو الضوابط اللي راح تنفرض عليه؟ اهلا وسهلا بكم في امانه بغداد دائره العقارات. احنا في دائره العقارات مسؤولين عن اداره املاك امانه بغداد، سواء ما يتعلق بعمليات البيع او الايجار او الاستثمار. هناك عمل دائره العقارات محكوم بضوابط وقوانين نافذه، ما يتعلق بعمليه ايجار اموال الدوله تخضع لاحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ حاليا رقم 21 لسنة 2013، وعملية الاستثمار تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. وهنالك أيضا ضمن تشكيلات أمانة بغداد قسم الاستثمار اللي مسؤول عن تنظيم هذه العملية ما يتعلق بالعقارات اللي يتم استثمارها بالتنسيق مع هيئة استثمار بغداد أو هيئة الاستثمار الوطنية. إذا أردنا أن نحصر الكلام فقط عن ما يتعلق بعملية تأجير أملاك أمانة بغداد وبالتحديد الفعالية اللي تفضلت بها أنه الأسواق الشعبية تخضع إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. الأسواق الشعبية أيضا تنقسم إلى نوعين، أكو أسواق شعبية تقع في ضمن مناطق مختلفة من أمانة بغداد تتضمن عدد من المحلات أو الدكاكين، إضافة إلى ذلك توجد نظيراتها اللي احنا نسميها ساحات باعة متجولين. الفرق بين هذه العمليتين أنه يتم إعلانها بالمزايدة العلنية. عندنا أسلوبين بالإعلان، إعلان الصفقة الواحدة. نعم. على سبيل المثال إذا كان السوق الواحد يتكون من 30 أو 40 محل، هناك أسلوبين لعملية التأجير بناء على الرغبات اللي تقدم لنا. طبعا احنا هسه حاليا موجودين بسوق حي الجهاد، سوق بما يقارب 400 محل. هذا السوق جت مناشدات من اصحاب المحلات انه ارتفاع الاسعار دا يصير كل سنتين باسعار كلش مبالغ بيها. كانت قبل على كلامهم هم بمناشدات من مسجات جتنا اكثر من مسج، قالوا انه هذا المحل هذا السوق بما يقارب 400 محل، والمستثمر كاتب بالعقد 59 محل. المستثمر يقول أنا ماخذه من الدولة 187 مليون دينار عراقي. هم يقولون المستثمر يحصل كل سنتين بتجديد العقود ما يقارب مليارين إلا أيضا دينار عراقي. إحنا كنا يم الأمانة سمعنا من عندهم الكلام اللي قالوا بخصوص هذا السوق وبخصوص المتعهد المستثمر، وهسه إحنا جينا للسوق حتى نسمع أيضا الكلام من أصحاب المحلات ونشوف الموضوع شنو، ليش هاي الأسعار قاعدة تزداد كل سنتين، من المستثمر المشكلة وين، يم أصحاب المحلات يم المستثمر يم أمانة بغداد. بالبداية أرحب بك. الله يسلمك. أهلا وسهلا بكم. قناة عندك سوق أنت هنا؟ عندي محل هنا جوا. عفوا قصدي عندك محل أنت هنا؟ أي نعم. أولا نشكر قناتكم اللي تنقل صوت الفقراء والناس المظلومة، ومن خلال قناتكم الكريمة مناشدة السيد دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. نعم. والآن أمين بغداد اللي هو خادم بغداد خليجي، أريد تدخل فوري من قبلهم مشكلة هذا السوق اللي ما قاعد تنحل. شنو مشكلة هذا السوق؟ المشكلة مال هذا السوق كانت كل سنتين، كل ثلاث سنوات مو سنتين. غزوان هذا الكلام اللي أنا ذكرته بالبداية، هذا كلامكم صح؟ إيه هذا كلام اللي أنت ناشدتوه. إحنا ناشدناكم. نعم. والحمد لله جيتونا وتنقلون هذا الصوت الحق. نعم. صوت الفقراء.
السوق كان كل 3 سنوات مو سنتين، كل 3 سنوات نطي 500,000 دينار كل 3، بعدين زادت شوية صارت 700، صارت مليون، صارت 1.5 مليون. هسه الكارثة بهاي السنة وصلت المحل الواحد 3.5 ملايين. المحل الواحد اللي هو صغير يعني على قياس هذا المحل 16 مليون، هذا المحل شو فيه قدامي 16 مليون، وكلها بضاعته ما توصلها 1.5 مليون. بس فد لحظة كل شنو القدام يعتبرون المحل الصغير أو الكبير؟ الصغير يأخذون 3.5، الكبير لا يضربوه أضعاف. زين انت شو لك علاقة بي أخي؟ أنا الله رزقني كبرت محلي شوية، ليش تأخذ من عندي هالمبالغ زايدة؟ القاعدة مساطح، مساطح 187 مليون، سوق بي 400 محل، الى عد جباية مالته 100,000 دينار طالع السنة مال 3 سنوات وزايد ب3 أضعاف. زين كيف ما محل ياخذ من عنده 20 مليون و12 مليون و7 ملايين و5 ملايين؟ الله يساعدك. الله يساعدك. انت هنا عندك محل بهذا السوق؟ نعم نعم. اي شنو محلك؟ ملابس مال اطفال. ملابس مال اطفال. صار لك قد هنا مأجر؟ والله صار يمكن 25 سنة هيك. عمر من كان يمكن ندفع 100 او 200 250 وصلنا. شو كان يعني المنصه معقد قد؟ لا كنا ندفع جبايه يعني شيء بسيط. يجي بسيط بسيط يعني شنو قد مرات تدفع 2000 دينار بعدين اجانا كلش قد مرات باليوم يعني هيك شيء. نعم اي فست احنا وصل السعر هسه شنو مشكلتكم؟ يعني مشكلتنا ايجارات تضاعف علينا يعني استغفر عبوديه يعني صرنا عمال بمحلنا يعني جبايه تزيد يعني عقد 3.5 كم كان قبل بدال 3.5 قلت لي تدريج ربع 500 750 مليون 1.5 مليون زي وصل 3.5 وما حيتوقف و3.5 شنو بعدها جباية وعندك كهرباء تعبر لنا 4.5 جباية 4. ما شنو خدمات جباية كل يومين لمون عندك زين انت بعد كل هالسنة خدمات للجباية من ياخذون لو بس هيك خدمات احنا اللي ننظف احنا نسوي كهرباء احنا فسيد رحمة الوالدش يعني احنا مشكلتنا مو هذا سوق مهمش يعني انا اعرف ان السوق تابع للدوله يصير عليه مزايده ما نعرف المزايده شو وقت بدا مزايده ايش قد انتهت قصر علينا من كنت بتقطع عنا مثل قانون ونشر بالجريده كل شيء ماكو مبهم كل شيء ماكو ونحن نعرف ايش قاعد الكتب كل 3 سنوات ايش بس احنا سنتين الله يساعدك عمو عليكم السلام ابو منو حضرتك ابو نرجس عندك هنا أنا محل نعم عندي محل جوا محل شنو انا ابيع عطور طبعا شويه بس خلي اعطي مقدمه هاي بالاصل هو مو سوق هي مساحه يمكن دونمين وهي واقع حال يعني لا عندنا طوابق ولا مولات ولا شيء شويه بنت العالم كانت تسترزق منو بنى العالم لو العالم العالم لا ما له علاقه نعم. احنا نا اسعارنا انسب من التجاري بس شويه قام يصير بالشهر 700 800 بسعر التجاري هاي مين تجي هي ثلاث حلقات موجودة احنا والأمانة دا تخلي حلقة ثالثة اللي هو الوسيط المتعامل احنا شريد السيد الأمين هذه صلاحيتك ساوينا مثل السوق الشعبية اللي بحي العامل مباشر من العدوم للأمانة الغينا الوسيط مع كل احترام للوسيط اي وسيط يجي شنو مشكلتكم من الوسيط؟ مشكلتنا دا يحمل علينا أضعاف الحاجي يقول زي الأمانة زيد عليه طيب هذا حاجي مع احترامنا إليه شوفنا شي قانون ايش قدم زيد عليك ما يقول زيدت وقبل ليش ماخذ من الأمانة هو؟ ماذا نعرف ناس قلت 90 مليون كذا زين محل 400 مليون اكو محلات اكثر 400 محل انتم 400 محل زين ذا ضربيه تطلع 1.5 مليار كذا يعني حتى علوة الرشيد اللي يتابع الجمعيات الفلاحيه او علوة الجميله ماكو هيك اسعار هاي خارج المنطق يعني ماكو هيك اسعار الله يساعدك سلام عيوني اهلا وسهلا اهلا وسهلا محلك هذا نعم محلي الله يرزقك يا ربي احكي لنا مجدد هذا والله هسه حاليا العقد لا ما مجدد بعدني لان الارقام اللي اجتنا مع العقود يعني ارقام انصدمنا بها الصراحه ايش قد محلك انا محلي 3x3 اي لا تجديد السعر تجديد طلبوا على كل محل 3.5 يعني 3x3 محل يعني يصير 7 ملايين واكو محلات يعني اللي هسه عندك 7 يردون نعم 7 من عندي بس مو اكو بعد محلاتنا ذني محلات اخوتي محلات ولد عمي هواي هنا احنا فالارقام الجايه تجينا بدنا نصدم بها بالاسعار يعني اسعار ملكي احنا من 97 96 بالسوق احنا من اسسنا حلو. السوق يعني حلو. احنا قدامه يعني. السوق زين اريد تحكي لي بالبدايه انه شلون كانت الاسعار مال الارقام مال كانت يعني بذاك الوقت كان اسمه رجال ابو محمد كنا ندفع يعني شيء رمزي 200,000 100,000 هاي الارقام اللي كانت ورا سنتين ثلاثه اجى مستثمر صار المحل تقريبا
يعني كل سنتين مليون ونص. انت تقول محلين لو القاع المحل هنا قاع مو محلات هي اصلا هذا سوق بايع متجولين يعني السقف احنا مسوينا الارضيه نعم كلها. احنا استلمنا سوق قاع دار مداره كان بلوك انا احكي لك يعني ذاك الوقت يعني لا حد باني بالسوق لا حد باني مجاري ساحة. نعم هذا السوق من تنطر الدنيا يومين احنا نعزل يومين نعزل ما تقدرين تطبين من الطيانه مال السوق. فهاي وضعية السوق لا مجاري لا كهرباء احنا ساحبين الكهرباء هاي الديكورات احنا نسوي احنا نصرف على محلاتنا من جيوبنا ما حد يصرف علينا فتجينا هاي الارقام احنا نشتغل هنا بالسوق شنو وقود يومي يعني ابو الخضره هسه دا وديش مثلا دي الصفحه اللي هي بسطيطه خلينا نقول 50,000 دخلها باليوم كله 15,000 ربحها يطلع 5000 دينار عقده خلينا نقول 3.5 انا هذا محلي اللي تشوفينه 3.5 هذا اي ابو الخضره انا هسه مثل هذا محلي 7 ملايين 7 ملايين يعني مثلا تجين الشغل وتجين تقعدين يمي وتشوفين الشغل والله العظيم تقول يعني حرام تطي 500 بالسنتين ماكو سوق ما نشتغل يعني هاي على المعاميل والعالم تعرفنا لين قدامه يعني مو مثل الشغل على الشارع هسه انا مثل شغلي مثلا افتح بشارع ببلاش لا شغلي اكثر شغلي اكثر بدون ايجار شغلي اكثر اذا على الشارع يكون السعر يختلف لا على الشارع المحلات مثل محلي يزيد الثلاثه بثلاثه هناك خمسه المحلات المجاوره طبعا احنا يوم جتنا مناشده مستنجدين بالله سبحانه وتعالى بالبدايه بقناه السومريه وايضا بالامين بعدها برئاسه الوزراء بالتحديد اللي هو سوق حي الجهاد الشعبي عندهم مشكله الايجارات ارتفاع اسعار الايجارات او تجديد العقود لكن هسه حاليا التجديد ده يصير من 3.5 فما فوق مرات يوصل المبلغ الى 22 مليون احد المحلات بالعقد مكتوب المستثمر كاتب انه بهذا السوق اكو 59 محل لكن هو بهذا السوق هم على حسب كلامهم موجود 400 محل طبعا من حق جميع المواطنين وخاصه اللي يتعاملون ويا امانه بغداد بتقديم الشكاوى سواء عن طريق حضراتكم كقنوات اعلاميه او عن طريق مكتب مقابلات سيد امين بغداد وايضا حتى مقابلات سيد المدير العام اعتقد ان تتكلمون على السوق الشعبي في منطقه حي الجهاد محله 895 لان وردتنا خلال هذا الاسبوع تقديم شكوى عن طريق التطبيق اللي وضعته امانه بغداد صوت امانه صوت بغداد نعم وردتنا واحنا اتخذنا الاجراءات بتدقيق الموضوع من خلال ارسال فريق الى السوق يعني يوم امس فريق توجه الى السوق والتقى بالمستاجرين ابو يوسف هنا من تجي نطلع لجان تفتيشيه او رقابه ماكو عمي على اسعار الايجارات كلش ماكو منسيين دا يجلدونه جلد فبنت الحلال انت تقول لي ما حد ما يدفع تولك واحد ما يدفع شلون منفذوا بس فلشوا البسطيات والوحش الاصفر والوحش الاصفر يعني انت دائره ايش كبرها وعندكم موظفين بالاطنان نايمين بطاله مقنعه حل الخبزته ابويا تجي طلع اثنين ثلاثه لجنه وشرطه وياهم شلون افتروا يطوب هذا واحد ها اثنين ها ثلاثه اربعه خمسه سته شو اسمك خلاص ابويا يبدا عليكم كذا ايجار سعر رمزي مثل ما تشوف عندنا كتب يعني 6 سنوات تبنية عندك المال تجديد العقد كل سنتين عندك الوصل مالتك ايش قد دافع المبلغ؟ دافع مدافع عقد مال جيمس شورج يجيبوا لك اياه يقول لك يجيني يقول لي هذا العقد من الامانه وين اخذت من الامانه؟ قلت له وين اخذت من الامانه؟ لا انت عمو انت اليوم من قاعد تنطل للمتعهد او اي طبعا يعطيني وصل كذا كذا مكتوب المبلغ اللي دفعته انت المبلغ اي مثلا ادفع مليون ثلاث طيب حد ما سد الامانه تقول لو اليوم مجموعه من اصحاب المحلات ويجيبون ياهم الوصولات ومذكوره هاي المبالغ اللي يذكروها هم وصلنا وشغله راح نساعدهم احنا ساعدنا خلي فكنا من العبوديه فلا تقول لي انه دوله ما تقدر تسيطر على والله ما تدفع اطلع من محلك شلون تفكك شلون تفكك من العبوديه الحل شنو تريده عمي تجي الامان تلزم سوقنا ما اريد وصيل الله يساعدك هلا مرحبا ببداية أنت المستثمر نعم مستثمر مستثمر؟ نعم مال السوق حي الجهاد حي الجهاد نعم. طيب العقد باسمك؟ نعم نقدر نشوفه؟ اي نعم باسم حضرتك؟ نعم ويش ركاي عندي عقد هذا باسمي هو العقد هذا باسمي من الإدارة مال السوق إدارة لو أنت اللي ماخذه من الأمانة عقد الأمانة اللي منو ماخذه من الأمانة؟ نعم هاي عقد الأمانة منطشة واحد واحد نعم مو عقد هي حالة اي حالة تمام يعني عندنا العقود اللي بيناتكم اي نعم
من ندخل المزايدة تروح ندفع أول مبلغ 83 مليون. تمام. الاسم؟ الاسم غالب فاضل إجعالة. منو غالب؟ فاضل إجعالة هذا شريكي غالب فاضل. شريكك؟ هذا أنا عقد الشراكة بينه وبينه. زين. هذا غالب زين. وأنا لي حق الإدارة. لحظة أنا السيد صاحب، هذا عقد مشاركة هاي بيناتكم أنت. نعم نعم. بس أنا أريد العقد اللي ويا الأمانة هذا. هذا نعم. صح؟ هذا اسم غالب. نعم. غالب فاضل كاظم. نعم. غالب وينه؟ موجود. زين ايش عجب ما هو موجود اليوم؟ واذا انا هذا بالشكو شرط اللي حق الاداره. انت فقط هنا أنا صاحب الاداره. الاداره نعم اي نعم. بس صاحب العقد شريكي. الله يساعدك. الله يبيك. احنا نسوق في نص السوق والسوق نصه معزل. معزلين ليش؟ يريدون فلوس من عندنا. هسه هذا محلي معزل صار له يومين معزل. لو تدفع فلوس لو ما متمس. ايش قد يردون من عندنا؟ يريدون من عندي 10. يعني هسه انا جاوب السوق 10، هذا مع صديقي يريدون من عنده 3.5. هذا بصفه 3.5، اي هذا صغير، هذا بصفه شمية 3.5، هذاك 3.5، هذا 3.5، يعني احنا شلون؟ يعني انت بشراء انت شوفي هسه هذا محل جو بنص بس السوق بس من رخصتك بنص أنا السوق بس باعي، يعني يريد 10 قهوه فتح بالمنصور عليه من مفتح هنا، واحنا ارباعنا كلش قليله، يعني ما نقدر نحمل على المواطن. انت ساده لان ما يقبلون افتح الا تجيب. هم ما يقبلون. لو تجيب الباحه جوني قالوا باكر ما تفتح. زين واذا فتحت شنو راح يصير؟ يجوني يعزلوني هم، يعني الباحه جوني قالوا الباكر ما تفتح، لو تجيب لنا فلوس لو لا. أي. لو تجيب لنا فلوس لو لا. يريدون من عندي 10 ملايين. كل سنتين؟ كل سنتين، من عدد جبايه ياخذون من عندي انا 60,000 شهريا. هي كل يوم 100,000 ليش؟ مو انا محليا يعني يقول لك انت محليا. اي مفتوح واحد على الثاني. اي بس هو مفتوح ما مفتوح يقول لك محليا يعني هذا محسوب. الله يساعدك. اهلا وسهلا. عندك محل بهذا السوق؟ نعم. اي وين محلك؟ محلي جوا بالسوق. جوك؟ نعم. اي شقد ايجارك؟ ايجارك او عقد تجديد الايجار؟ نعم 3.5 كل سنتين. كل سنتين 3.5. نعم. شقد شهر الحاضر؟ قبل شقد؟ بالبدايه كان 200، بعدين صعد شوي شوي لحد 3 ملايين. هسه هذا هاي سنتين 3.5. 3.5. نعم. تم تقول بالبدايه كان 200، هاي بيا سنه كان 200. هاي بالضبط ورا السقوط يعني. السقوط وقام. نعم. يصعد كل سنتين. يصعد كل سنتين. نعم. زين هو نفسه هو هذا المتعهد او المستثمر؟ لا لا يختلف كل يوم واحد شكل. نعم. ما كان عندكم اتصال انتم والامانه مباشره؟ كلهم متعهدين يجون ياخذون؟ نعم نعم كلهم متعهدين. احنا ست صارين بين المطرقه والسندان. شلون؟ يعني احنا هسه هنا خير من الله 400 محل، كل محل يوقف بالسنه مع الجبايه ب 4 و200 مع الجبايه. الجبايه ايش قد؟ 1000 دينار باليوم الواحد. باليوم؟ نعم. و3.5 كل ايام الاسبوع. رحم الله والديك. بهيك حاله راح يصير بالمحل الواحد ب 4 و200، 4 و200 في 400 محل يساوي مليار و680 مليون. مليار؟ و680 مليون. اي هو بيش ماخذه من الدعم؟ احنا ما نعرف. زين احنا هاي الناشد السيد امين بغداد، احنا هاي ناس كسبه يعني حقيقه حقيقه حقيقه، وهذا واقعنا. الكاسب اذا هسه ما راح يشتغل بهذا السوق، راح يا يلتجئ لها طريقه. راح يلتجئ، اكيد راح يلتجئ لهذا الشارع، راح يبسط بالشارع، وهاي السالفه مو حضاريه. ممنوعه هذا. رحم الله والديك. احنا ليش هاي السواقه كليتها سوق البغداد كليتها اتصال مباشر وباشراف امانه بغداد. هنا الناس ما تصور واحد بيهم مو خوش ادمي، بالعكس كلهم ناس طيبه وناس انظاف، يعني من يجي ابو الامانه زين راح يقدروه وغصبا ما عليهم ينطوه الشيء اللي قررته امانه بغداد. ابو يوسف يعني الامانه ما قاعده تفرض فد مبالغ على المستثمر تقول له حدك هذا الحد توقف ويا المستاجر؟ زين انت ما تجي ابسط برا منظر حضاري ويطلع المعاون مال هاي ومنظر حضاري ويجون بالقوه، اما مو تجي بالقوه وشفر الشرطه وياهم وينفذون ورجعنا وطبقنا وشلنا وحطينا وهاي. زين الامانه عندهم موظفين كومه بالدائره، بطاله مقنعه ياخذ راتب نايم بالدائره، طلع لك لجنه، طلع ويا شرطي يفتر علينا، اكو واحد يقول له لا، يفتر على السوق ويرقمه ويشيكه. ما يجوكم؟ مين؟ ما حد بيجي. الله كيش بالبدايه كان يجينا موظف طوله واستغفر الله ما هي مترد ساد حقه ومدستر اموره كذا كذا وترجع راح. انت فقط هنا انا صاحب الاداره. الاداره نعم. اي نعم. بس صاحب العقد شريكي؟ عايز انت شركه بشركه، انت لك حق صاحب الاداره. احنا هسه اليوم بدنا نحكي عن اوراق رسميه. اي نعم. تثبت هذا السوق باسم منو؟ نعم. هو باسم غالب فاضل. نعم نعم. بس بهذا العقد بيش ماخذه من الدوله؟ بيش ماخذه من الدوله سنتين 381. بيش ماخذه؟ 381 كل سنتين. 381 اقدر اشوف الاسم؟ اي نعم تعال.
بس هاي لازم تروحي تاخذين الدار القانونيه تشوفي شيء على الاثبات. ارد اشوف خلينا نحكي على نقطه هي. يعني كل اليوم الكل يصحاني المظلوم هلالي. لا ماكو تمام. هذا الوصل اللي اسمه نعم باسم غالب. نعم. اللي هو صاحب السوق. نعم. هاي هنا 381. نعم. هاي هنا 381 مليون دينار عراقي. هذا السوق مؤجر للمستاجر الحالي يعني من عام 2020، يعني تقريبا احنا نتكلم عن اربع سنوات مضت على هذا. نعم. العقد تم تمديده وفق احكام القانون، يعني بالقانون صلاحيه تمديد العقد لمده لا تجاوز عن 10 سنوات. احنا ذكرت انه اول عقد كان 10 سنوات تمديد يعني بدون مزايده. نعم لغايه 10 سنوات. اول احاله كانت من 2020 الى 2022، حاليا تمدد من 2023 الى 2025. بدل الايجار الكلي للسوق اللي ملتزم المستاجر بتسديد عمارة بغداد السنوي هو 195 مليون 700 الف دينار. ايش قد مأجري لهم؟ 195 مليون 700 الف او 700 الف. ايش قد ياخذ من العالم على حسب ما يقولون؟ انا مثل ما ذكرت لك يقولون مليار مليار ونص. احنا يعني كنت اتمنى يعني حتى البارح يعني يوم امس من رسلنا فريق التفتيش ما ذكروا هذه الارقام، يعني التقى في بعض المستاجرين اكو جانب اخذ الحياد وجانب التزم الصمت وجانب تكلموا عن بدلات ما وصلت لهذه الارقام حقيقه. احنا كنا نتمنى انه المستاجر او مو المستاجرين الشاغلين هذو اللي في السوق انه ابوابنا مفتوحه في امانة بغداد، مفروض انه كانوا يعرضون المشكله علينا. احنا تفاجئنا لان قلت لك انه هذا المستاجر هو نفسه من 2020 ما يقارب اربع سنوات ما طرحت هذه المشكله. نعم. ما طرحت هذه المشكله. مع هذا احنا يوم امس رسلنا فريق من قسم التفتيش والمتابعه في دائرتنا، التقى بالمستاجرين وتوجيه مدير عام بتبليغ المستاجر الحضور للدائره لغرض مناقشه كافه الجوانب والشكاوى اللي تقدمت بصدده. في قدامه خيارين، اما تصحيح الوضع احنا موضوع نعم احنا موضوع انه كونه مستاجر لا يبيح له ولا يسمح له ان يكون سيف على رقاب كلهم طبقات كادحه. امانة بغداد تقول انه اني هذا السوق منطيته كل سنتين 195 مليون هذا العراقي لحاله قدامك، وهنا المستثمرين يقولون انه احنا ماخذين 381 مليون. اكو وسيط بينك وبين بينكم وبين امانة بغداد؟ لا انا ادفع بيدي. يعني غيرك وغير استاذ غالب اكو لا وبدي بالذات انا ادفع الفلوس. بالذات انا. زين ليش هال التفاوت بعد 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 انت قاعد استاذ محمد تفهموني شنو الدعوه؟ انا جاي اعطيك اوراق رسميه. انا جاي هسه شنو هاي؟ هسه احنا كملنا 381 صحيح؟ شفت ال 381؟ 381 انت تقول انه انا ماخذ للامانه. اي وهاي شنو؟ باوراق رسميه. وهاي شنو؟ هاي 900 300 هاي 170 مليون. ما شنو هاي 170؟ هاي السوق الشعبي حي الجهاد، هاي كهرباء، هم ما يدفعوا للسوق كهرباء. زائد انضربت مهنه ما يحاسبون انا حاسب. انا بس ارد اوثقها. نعم. زين بس انا ارد افهم هذا المبلغ اللي ذكرته وشفناه. هاي وصولاته كامله. خلينا نحكي على هاي على 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 وصولات كامله بالمبلغ كامل 83 مليون 94 مليون. ايش قاعد ياخذ ليش من عندك؟ انا محلي بذاك الشارع طلبوا 14 مليون. ليش؟ رجال ابيع باوة انا محل واحد. تقدرون تروحون وياي وتصورون زين. مو اسعار المحلات الجوه تكون اقل من اسعار المحلات اللي على الشارع؟ لا هسه هم يعني هاي نظام اخترعوه من كيفهم، هاي تعتبر تجاريه. أي. يعني كانما انت بشارع الاميرات سوق شعبي، ناس الله غاضب عليها فقراء ما عندها، جاي تبيع طماطم وبصل يعطيك 14 مليون مال شنو؟ غزوان ليش ما تحكون؟ احنا جاي نحشي صارنا شهر اغلبيه العالم تخاف عمي. من شنو تخاف؟ يخافون من اهل السوق. شنو مهدديهم؟ هي اكو تهديد، ليش ما اكو تهديد؟ القوى على الضعيف. تعزيز محلك. تعزل صادر محلك بيا وين صايره هاي؟ بيا المبلغ عليه. بيا قانون. احنا خلي يسمع صوتنا السيد رئيس الوزراء المحترم محمد الشياع السوداني وامين بغداد، خلي يسمع صوتنا احنا اهالي سوق حي الجهاد محله 895 زقاق 60 جاي ياخذون من عندنا ارقام خياليه. ابو السوق جاي ياخذ من عندنا. امانه بغداد صار لنا شهر نشتكي
ولا واحد وصلنا. رحت الأمانة يعني عدة اتصال بواحد لو عرف مثلا يسد الموضوع على حساب الفقراء. غزوان رحت الأمانة بغداد؟ رحنا وناشدنا ما خلينا بابنا ما دقيناه. أخذت الوصولات مال المواطنين. صار لنا شهر كامل. ها شوف هاي الوصولات قدامك هاي سواق بغداد. كل ثلاث سنوات شوفي. هاي صوريها. مليون و750. فد لحظة هاي شوف. كل ثلاث سنوات. هاي سواق بغداد. احنا شنو سوقنا يختلف؟ هذا السوق. وين صاير هذا؟ قدامي. هذا مدينة الصدر. مدينة الصدر مليون و750 كل ثلاث سنوات. من حق اليوم المستثمر انه يتعامل بالتجاوز والضرب والتجاوز اللفظي او حتى الضرب، من حق اليوم يتعامل ويا اصحاب المحلات؟ يعني هاي الرقابة اليوم بدها تكون عندكم رقابة على هذا الموضوع، ما تسمعون عن هاي احنا كرامة كرامة الانسان اول شيء يعني محفوظة من الله سبحانه وتعالى، وكرامة المواطن محفوظة بالقانون. شنو اللي يسوي اليوم؟ لا يعني هو احنا كرامة المواطن سواء احنا كموظفين ما لنا صلاحية انه نتجاوز على المواطنين او المستاجرين، ولا المستاجر قانونا ولا عرفا انه مسموح له انه يتجاوز على الشاغلين. موضوع بس يبقى هذا موضوع احنا كأمانة بغداد ما نقبل بهذا الموضوع، ولكن يعني حتى في القانون بالمناسبة مستشار قانوني هذا يسمى بالقانون الحق الشخصي في تقديم الشكوى، اعتقد انه موجوده محاكم تحقيق مراكز شرطه بامكان الشاغلين انه تقديم شكوى بالجهه القضائيه، وايضا تقديم شكوى انه اذا ما صار هكذا اسلوب من المستأجر وراح يشوف انه امانه بغداد اجراءاتها الرادعه بحق حلو. احنا اليوم استاذ اريد اطرح المشكله كلها لحضرتك، حتى اليوم احنا ايضا اليوم اصحاب المحلات يشوفون شنو رايكم بهذا الموضوع، لان هم على حسب كلامهم يقولون هاي المستثمر اللي يروح لهم هو تابع الجهات معينه، دا يجون يدخلون مسلحين يتعاملون وياهم بالضرب ويقولون انه احنا امانه بغداد بظهرنا فانتم ما راح تقدرون تسوون شيء، ما يعجبه خليه ياخذ غرامه ويطلع زين، يقول لك احنا وين نروح؟ لا، أمانة بغداد مؤسسة حكومية، أمانة بغداد هي داعمة للمواطن واصلا شعارها في خدمة المواطن، فاحنا مستحيل نكون داعمين فئة او شخص مهما كان على حساب، خاصة ما يتعلق بالمواطنين او المستاجرين. زين سمعنا هم اكو تهديد. تهديد بشنو؟ تهديد بالتجاوز بالضرب. انه يعني بس اقول لك احنا بغابة عايشين. عتاوات. لا شلون عتاوات؟ انا مستثمر لو جاي هيجي. كلامهم. هذا هو حكى كلامه وانا احكي كلامي. أيوة. احنا جاي ناخذ من عنده عتاوات لو جاي ناخذ احنا اموال دوله، احنا دافعين للدوله، مين ناخذ اذا ما ناخذ من عنده؟ هو وين يدفع للدوله؟ احنا بيجي شغله بيدفع للدوله، لا نضرب ولا نسوي شيء، نقدم امتناع للامانه، الامانه تجي تفرغ. طيب. احنا ما لنا حق نضرب واحد او نتجاوز عليه، هو من يدفع فلوس دوله. ما صاير من عندكم ضرب او تجاوز لاصحاب المحلات ابد؟ احنا ضاربين واحد من اصحاب المحلات؟ نسال نعم، اكو مركز مال الشرطه نضربه وما يقدر انه حق الرد، فهم اليوم قالوا هذا هم جاوبك نفرض احنا ناس عصابات، اكو مركز مال الشرطه مركز شرطه حي الجهاد راح يقدم بلاغ ويجي المركز يحاسب. يقولون نخاف. اكو شرطه اتحاديه يقولون نخاف انه احنا نروح نشتكي ونقدم. هاي كلنا نخاف، انا هسه صار لي سنتين ما جمع فلوسي، لعله ما يخافون من عندي ايش قاعد يعطوني اياهم. أنا سنتين صار لي ما جامع فلوس يخافون من عندي، لعله ما يخافون من عندي كم سنة يرطوني. أستاذ محمد أنا الواحد موجودة هنا موجودة؟ نعم يعني صح؟ وشفت إنه أنا التقيت بأكثر من أصحاب المحلات، أكثر نعم من واحد. نعم يقولون إنه أنا على أساس من رحت؟ أنت رحت هددتهم. أنا رحت هددتهم؟ سديت محلاتهم. إي ليش جاي وياي أنا مثلا؟ أكو كاميرا؟ أنا لو عندي شيء غلط أو شيء مو قانوني لا أجيكم ولا أتصل بكم ولا أراقب عندكم. طيب. ولا أجيكم أوراق وجه. وانا حتى البارحه اكو قالوا صار عندك مساله قانونيه لازم يوجهوا لك دعوه للقانونيه مالت الامانه تروح. قلت لهم لا انا اكشف اوراقي ما عندي شيء. قالوا ما يصير تكشف اوراقي. قلت لهم لا اكشف اوراقي كلها. على شنو انا متحمل؟ تكشف الاوراق يعني الك. طيب ماكو لا تهديد. الله يكفيك. يعني اقول لك تجاوز لفظي جسدي اقول لك شو يقول لك تطين تطين ما تطين تعزل. اني ما منطي الحد انا ما عندي مثلا من السبعه انا ما عندي شو اسوي؟ قلت له عمي منا اليومين ما انطيتك انا اعزل. انت تعزل. طيب زين ليش ما تطلب من عنده انه هو ينزل لك؟ تخاف؟ يقول لك انا ما اقدر اخسر. فبنت الحلال امين بغداد خلص نفسك اطلع احكي ما نشوفك يا بنت الحلال، خليه يطلع يشوف يا بنت ترى مو ذنبي مو صوتك اكو غلط اكو ابهام اكو غش اكو فساد. فبنت الحلال تقول لي دوله ما تقدر تاخذ ايجار من السوق، هذا ما حكي ما اقتنع به، اللي جت قوه فلسفه جماعه هنا قاعدين كانوا مثبتين بالنا على راسي، فيطلع لجنه من الامانه وشو مقاوير شرطه شلون سوا فيني وياكم، يجي ويرقم السوق ويجرده ويجي كل ست اشهر كل سنه جبايه ما تدفع تطلع.
احنا اجتنا من عندكم شكاوي. نعم شكاوي اجتنا مسجات يقولون اكو ناس مو قادره تنطي هاي المبالغ. نعم. اكو ناس اذا ما تنطيها تعرضت ما حد يقدر يطهر للقتل او بس ما اكو قسم ما حكى هذا الكلام. يعني عالم تخاف ست عالم تخاف عالم تخاف يعني وراكم تجي يجي ابو فلان تعال عزل لو تطفي فلوسك لو تعزل تروح. احنا وياكم والامانه وياكم مش نخاف. انتم شنو مع احتراماتي انتم تقولون وياكم بس وقت الجد ما نشوف شيء من الدولة كامل. بالذات يعني من الدولة الكاميرا ما توصل صوتنا يعني وصل احنا النواب. رحتوا الامانه؟ طب نعم الامانه من الباب. ايه؟ من الباب شو يسوي لك؟ من الباب يطبب اثنين وياك. ايه؟ يسولف وياك بعدين ان شاء الله اكو يعني حلول هالحكي هذا الحلول. بس بد لحظه يتلقاك من الباب. نعم ايه يتلقاك شو يقول لك؟ يطبب اثنين. اه؟ هاي احكي لك مو هسه مو هسه قبل 4 سنوات. ايه؟ وكل حلول ماكو ترى كل سنتين وكل حلول ماكو واحنا كل ما تزيد لنا يعني بعد سنتين احتمال هذا محلي يصير 10 يعني تزيد الارقام اذا ماكو حل. ماكو حل ماكو حل العالم تعزل تروح تقعد ببيوتها. زين ماكو حل العالم تشتغل غير شغله اللي تريدوه انه السوق تلغي المزايده تلغي ترجع نربط ويا الامانه ايش قد كل سنتين 500,000 نحاسب 500,000 الامانه تقول اصحاب المحلات. لا مستحيل اكو قسم من اصحاب المحلات على اساس انه قبل كان ماكو وسيط بيناتكم او متعهد انه ما كنتوا تعطون ايجارات للامانه. مستحيل اجيب اروح لابو السوق القديم ابو محمد اللي هو من 97 احكي لك يعني قبل 28 27 سنه وسالي قولي لي شلون ما ينطون كلها تطي غصبا ما عليه تطي لان باب رزق انا شلون ما انطي مثل ما انا عايش عائلتي لازم انطي بس انت اذا تجيني هاي الارقام الفلكيه ايش طبيعي ما اقدر انطي. هاي محلات هنا معزله. نعم هاي تطبب النار روحي شوفي ثلاث ارباع روحي شوفي اي معزل ليش؟ لان اذا ما تطي تعزل. يعني ليش؟ اذا تطي تفتح. لا واذا فتح وما منطي شنو راح يصير له؟ يجوني يعزلونه بالاتاوات. يجوني يعزلونه بالشنو؟ بالاتاوات بالقوه يعني. هاي المحلات كلها معزله. كلها معزله، كلها ما دافعه عزل. تدفع تفتح. ما تدفع تعزل. اي مو هسه يجوز هو باع، هو بالتالي ماخذ هذا المكان يعني هم يقول لك انت لازم تنطي صح ولا مو صح؟ غير عنده عقود رسميه. اي عندك يعني عقد. هسه هو من يجي على عينه وراسه غير يريد عقود رسميه، غير احنا نريد عقود رسميه. ماخذه هو من الدولة. انتوا تريدون تعرفون بيش ماخذه هو؟ ما نريد نريد نعرف بيش نريد نعرف هو صدق هو إله السوق ولا مو إله؟ إله لو مو إله هو؟ ما نعرف، ماكو عقد رسمي بيناتنا. يقولون كل فترة يجي واحد يعني يختلف كل عن الثاني. كل سنتين يتغير مزايدة يطبون عليه، يا هو اللي يدفع أكثر ياخذ السوق. هاي بيناتهم. هاي بيناتهم هم بيناتهم صاير أحزاب وبيناتهم كل من إله مالاته. وأنت ما راح تفتح محله؟ ما أفتح ما عندي، يريد 10 ملايين مين أدفع له؟ وأنا خريج أنا. دعت وياك كان مدرس رياضيات معلش يعني انا خريج لا متعين لا حتى محاضرين اسمي ما طلع دعت شنو كان خريج هذا اشتغل هنا انا فاتح لك محل اه وعلى فكره انا يعني بيتنا ايجار يعني ابوي رجال متقاعد يعني انا عينه يعني اليوم اللي ما اشتغل بيه يعني ما اكو هنا هواي خريجين فاتحين محل هواي هواي يعني هواي هسه عندك هذا قدامي معزل هذا تربيه رياضيه معزل ما عنده مين يدفع ولد عنده جهال اثنين مين يطي يبوق ما عندي يعني الا نروح نبوق يلا طيب احنا خلينا نحكي عن المحلات. نعم. اول شيء هنا. نعم. اول شيء بدايتي خبز كمامه انا اول شغله كيمياوي اتعاطى صحه وعافيه زين واخذ كيمياوي وما اقدر يعني لانه عندي عجز بالكليتين يعني. صحه وعافيه يا ربي احنا نسمع مرات يقولون هنا من الشباب واصحاب المحلات قالوا لنا انه احنا نتعرض للتهديد من قبل المتعهده والمستثمر هذا راح فانا قلت اخاف عبالي على مود هذا الشيء اسمحي لي. نعم بالنسبه لاهل السوق اخواتنا الاداره وما عندنا كل مشكله وياهم بس هو الرجال ده يقول ليش زادت هذا؟ لانه زيدوا عليه الامانه. اه هيك الامانه احنا نريد نعرف. هم هو مفهمكم ان الامانه قامت تزيد عليه. لا مو فهمنا هو حاليا هسه هم موجودين. آه. واحد من عندهم من الولد موجودين نقدر ندز عليهم زين. نعم. ويحجون الولد ان هم يعني زايدين عليهم الامانه سووا هذا الشيء. طيب قبل ما نحكيهم انت قلت لنا 400 محل بهذا السوق. نعم. صح؟ نعم. زين اسعاركم كلها ثابته 3.5 او اكو محلات لا 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 هذا العشاره ايش قد؟ 10 تعال تفضل اكو 10 ملايين هنا هنا اكو 10 ملايين واكو 7 ملايين واكو 20 مليون وصل عندكم اوراق تثبت انه عندكم اوراق تثبت؟ عندنا انه اكو شخص مطلع 20 تجديد العقد مالته اكو 10 هسه والمامطي عزل ذاك المامطي عزل السنه الجديده 24 مدافعين السنه الجديده ما دافعين 24 بس اكو محلات وصلت للسته وللسبعه وللعشره على المتر على المتر يقيس
25 متر ما ادري ايش قاعد ياخذ منه متر بس القاع بس هاي كلها تشيكوات هذا ما لنا هذا تشيك احنا نسوينه يعني هذا احنا نسوينه بس قاع يعطيكم بس قاع مش قد محلك على يقيس ياخذ 20 مليون هاي 20 مليون 10 ملايين انا محلي ابيع مخضر انا ابيع مخضر هاي دخله هسه هاي 25000 وهنا وهنا هاي 25000 هاي داخله هسه 150000 تعال انا اطي راس الشهر ايش قد تنطي؟ 3.5 منين اجي؟ بالنسبه له بالسوق اول ما استلم اي واحد يجي هاي يمكن الرابع الخامس يجي واحد من يستلم يسوي لنا اياها قمره وربع قوته لا مجاري لا كهرباء لا خدمات كلكم هسه طلعتوا وشفتوا تحياتي لك وللكادر طبعا انا نسيت اسلم عليكم زين واسعار خياليه يعني احنا ناس كسبه يعني معقوله يا سياده رئيس الوزراء يا امين بغداد المحترم يعني باعوا لهاي الناس يعني ما معقوله احنا مو بشر هم خلي يقولون احنا لاجئين بهذا بلدنا هم خلي يقولون هسه حتى اللاجئ بدول العالم هم الى راتب عندك مو محل. صحيح لولا حضرتك انا فارس عاد فارس عندك محل عندي محل اي محل شنو محل بالسوق يعني مخضر هيك شيء زين بس تعبنا والله تعبنا تجديد العقد بدا من 500000 وهسه 3.5 زين 3.5 انا لو تطلعها 3.5 شلون تطلع؟ منا ارتفاع الدولار منا الوضع منا خدمات ماكو حقيقه تعبنا والله تعبنا يعني ناشد من هسه زين انت رئاسة الوزراء انت جيت وقلت اسمحي لي نعم. انا ترى فارس مليان خلينا نحكي نقطه انت محلك جوه ب 3.5 زين اللي على الشارع ايش قد؟ 7 و10 و5 واشكال وكل شيء كويس ترى هي المحلات محلاتنا هي بس القاع احنا هسه نحكي على القاع والله المحلات اتحدى واحد يقول اجا ابو سوق وبناها ما اجى سواها المتعهد لكم نهائيا المحلات احنا بنيناها احنا اصحاب المحلات النظافه ابد 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 انتم ابد كل مجرد هو اجى القاع الناش ده يا باسعار غاليه اسعار خياليه الجبايه ايش قد ياخذ الف جبايه؟ الف ما شنو ياخذ بس انا حراسه واكو حراسه؟ اي اكو نعم اي حراسه لا نعم بس تنظيف وغيرها لا 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 ماكو للعلم هي الجبايه الالف هي حراسه وتنظيف أي. بس تنظيف ما كنتوا هسه شفتوا خط طيب استاذ محمد الامانه اليوم نطتك هذا السوق تمام ما خلت لك شروط معينه قالت لك انه اعطيك اياه بهذا المبلغ بس انت ما مو من حقك ترفع الاسعار لحد هذا المبلغ اللي انت حاليا قاعد تطلبه من عندهم ما حاطط لك فد سعر معين انه تاخذه من اصحاب المحلات هي كيفك لا هي مو كيف السوق وانت كيفك لا هي مو كيف هي الامانه قبل ما اجي انا اخذ السوق انا صار 6 سنين ما اخذ السوق قبلي والسوق من يعني من 2006 2007 صار لك ايش قد ما اخذ هذا السوق؟ هاي العقد الثالث يعني 6 سنين 6 سنين يقولون كل سنتين يجينا واحد لا هو عن نفسي يلا كم تمام هي مزايده هسه انا بالامانه اذا تجين حساب الامانه حاسبين علي 450 محل أي. اذا هسه جد هنا واجي طلع 150 محل وانا جاي ادفع مال 450 محل و400 محل هذا السوق اذا طلع 400 هسه اذا اجرتناه طلع 400 انا متنازل بفلوس السوق كلها ايش كم محل عادة المشغولات كلهم هسه المحطوطات هسه المشاغلين هم 152 محل ومستعد للجلد لجنة من عندكم او من الامانه زين وبالعقد قاعد بالعقد 59 محل؟ لا بالعقد مكتوب 450 كشك يسمونه مو محل اي كشك دكان اي دكان يعني مكتوب 450 عندي نقص 300 محل ومحسوبه على منو؟ ايش كاتب بالعقد؟ الامانه؟ اي لا هي احاله احاله اي طب بالمزايده من بالمزايده ايش قد مكتوب بالحاله؟ ايش كم محل بهذا؟ يقولون بالمزايده 450 محل اي احنا ايش قد هسه من جردناهم؟ 152 يعني عندنا نقص 300 محل وينهن؟ ما موجودات لا شلون كانت ليش يعني كانت اكو صبات كان اكو ناس يسوي لك شاكه لان كل المجهودات هو كله تشينكو هذا ماكو محلات جو ماكو بناء كله تشينكو هو هاي واقع حال اي انت ماخذها قاع وموقيهم يا قاع وهم اللي لا لا انا جيت لقيت هيك اي هم اللي مسويها اصحاب المحلات يعني لا هو قبلي كان قبلي انت عهد قبلي وقبلي يعني هو اول ما توزع هو على كل شكل اكشاك طيب استاذ قبل ما اختم ويا حضرتك حتى اخر شيء سؤال توضيحي من ذكرت انه هذا العقد منطي للمستثمر 193 مليون انتم عندكم علم انه هو ايش قد راح ياجر المحلات للعالم فارضين له في السعر معين اللي هو كيف ياجر كيف يخلي السعر المعين اللي هو يريده
احنا عمليه التاجير هي تعرفون هي عمليه تجاريه، يعني مثل ما تكون امانه بغداد انه رغبتها في تاجير الاملاك واستيفاء بدلات ايجارها، ايضا هو المستاجر انه هم كعمليه تجاريه الى يبحث عن هامش من الربح، اضافه الى رسوم الضرائب او الرسوم البلديه اللي يتحملها كذلك. يعني ال 195 مليون تكلمت عليها مبلغ العقد الذي يسدد الى امانه بغداد، هناك تحميلات على هذا العقد هي الضريبه اللي تدفع الى الهيئه عمل الضرائب، الرسوم المهنه والاعلان واجور النظافه الى الدائره البلديه، اضافه الى هذا عمل الدائره البلديه، خدمات ياخذون من عندنا ماكو اي خدمات. نعم، فهذا هذا كله يكون بنظر اعتبار، بس ما يكون عذر انه يكون وسيله اثراء على حساب الشاغلين لهذا السوق. غزوان، بس مرخصتك ادري بيك انه انت يعني حقك اختي العزيزه، والله مليانه وزهقنا من هذا، كرهنا ارواحنا والله العظيم. بس اردفتم ياخذون، ليش ياخذون لنا الالف؟ وهذا هاي ياخذوها غصب على العالم، ياخذوها كل من اللي بدنا للحراس. ماكو حراس، وينك حراس؟ اكو حراس، اكو حراس. قبل كانوا ياخذون 500 دينار للتنظيف ينظفون السوق، لاكو تنظيف ولاكو حراسه، هاي كلها ما موجوده. بس لا حد يجامل على حقه على حساب رزقه، وهسه قاعد بمحلي وجاي يحاربوني برزقي، وين اروح؟ وين يطجونه؟ خلي واحد يجي يسمع شك، وانا هاي الحرم هاي كلها كسبها فقراء. غزوان غزوان، رحت للامانه انت والشباب اخذتوا صوره؟ رحنا اختي العزيزه وناشدنا، صارنا شهر كامل نماطل ويا اهل السوق. غزوان اول شيء على كيفك، لان هي الامانه ايش قالت؟ قالت خلي يجون ويجيبون العقود، تجديد العقود كل سنتين، اللي نشوف ايش قد اسعارها مقارنه بالسنين اللي راحت، واذا اي واحد احد متعدي عليه بالتهديد او بالضرب هم خليه يجي ويشتكي واحنا ناخذ حقهم. انا اشتكي، انا البارحه عزلوا محلي، انا البارحه عزلوا محلي. منو عزله؟ راحوا للعامل مالته قالوا له عزل. منو عزله؟ منا الباشر. منو عزله؟ اهل السوق عزلوا. ليش عزلوا؟ عزلونه ويردون 14 مليون، انا عندي 14 مليون، انا رجال مريض، 14 مليون عندي. وانت تبيع ملابس؟ انا ابيع ملابس مال باله ب 1000 دينار وب 2000، اعطي 14 مليون؟ يعني ما يصير، ماكو هيك ظلم. اريد من خلال قناتكم توصلون صوتنا، توصلون صوتنا، صوت الفقراء، صوت المظلومين. جاي ناشدكم باسم الانسانيه، باسم العالم المظلومه. هسه انتم حكيتوا اللي عندكم، بالتالي يوم امانه بغداد قالت انه اي احد يجينا من اصحاب هذه المحلات اللي هو سوق حي الجهاد يجينا ويجيب العقد مالته ويثبت انه هاي المبالغ قد ينطيها كل سنتين مبالغ خياليه. هذا هسه بس دقيقه اعطيني هذا العقد، هذا العقد مالته 3 ملايين، انه يجي 3 ملايين خذوا من عندي، انه يجي انه خذوا من عندي. ماشي حجي، بس ثواني من رخصتك، بس ثواني. انه يجي للقناه، يجي عفوا للامانه ويقدم شكوى، وبالتالي اذا امانه بغداد هم سمعتكم هاي المره، هاي من خلال قناه السومريه تاخذون فيديو، صورون فيديو انتم يا امانه بغداد تقولون انه احنا ما استجابت لنا، واحنا انتم جايين تنقلون صوت الفقراء، انتم مسؤولين. غزوان، هاي الكاميرا جاي تصور. غزوان، وصلوا صوتنا. غزوان، امانه الله ورسوله توصلون صوتنا وتعطونا تعهد من خلال قناتكم، هاي العالم الفقراء جاي يوصلها تهديد، خلت تسمع الدوله. غزوان، ناس فقراء ما عدا بس الله، جاي وصلها تهديد على باب رزقها على محلاته. هم هم جابوا لي ورقة أو قوائم استطلاع على أسعار الأسواق الباقية، مثلا سوق مدينة الصدر ياخذ كل 3 سنوات 1,750,000، أنت اليوم ليش قاعد تاخذ 3 ملايين؟ على المبلغ، على المبلغ، على المبلغ، على المبلغ، على المبلغ. أنت هذا السوق، ذاك السوق بيش، وهذا السوق بيش، ليش السوقات ماخذة؟ أنا ماخذ أنت قلت شهر 381 و170 كهرباء وضربة مهنة، ما حد ما يحاسب ضربة مهنة، من يحاسب يوم أنا جاي حاسب على السوق كلها ضربة مهنة؟ زين عندنا كلنا أنت حسبين 170 ب 381 معتهم جباية يومية 1000 1000 نعم، والتنظيف خلاصة. وإذا واحد ماخذ محلين، واحد فاتح على الثاني تاخذ 60,000؟ لا 2000، أي يعني قصدي إذا المحل بشهر 3 6 مروح من الوادي، إذا هم 4 حراس أنت حسبيهم، أنت حسبي يقولون ماكو حراسة. ماكو حراسة؟ إي إذا ماكو حراسة احنا اليوم نسألك، نعطيك التساؤلات، نسيت نجيب أهل المحلات موجودين. تعالي جاوبوني، أنا جاوبوني، لا أنا ما أريد هسه أصحاب المحلات، أنا أريد أترك زين. أكو كاميرات، أكو كاميرات. طيب أستاذ، ذكرت هسه أنت الخدمات اللي ذكرتها هسه حاليا، بياخذون من عندهم يومية 1000 جباية من كل محل، بس ماكو أي خدمات، لاكو تنظيف، لاكو ترميم، لاكو عناية، لاكو اهتمام. من ال 1000 دينار يتم جبايتها من المستأجر؟
اي من اصحاب المحلات، المستاجر اليوم، المستثمر عفوا ياخذ اليوم من اصحاب من صاحب المحل 1000 دينار، من كل محل 1000 يوميا ياخذها جبايه، هاي مال النظافه والاهتمام والعنايه، هو كل شيء ماكو، خدمات كل شيء ماكو هناك. ما انا تكلمت عن الرسوم القانونيه اللي تسدد الى الدائرة البلديه بموجب قانون. هذه الجزئيات يعني احنا يعني ما نقدر نطلع على كل الجزئيات اللي تحدث بين الشاغلين وبين المستاجر، اذا الا اذا توضحت انه يعني مثال ذلك انه هذا اكو مواضيع انثارت حاليا بالنقاش. ذكر الجبايه مو كانت البلديه قبل كانوا يطلعون هم اللي يسوون الجبايه، وهاي اي نعم قلت لك الجزئيات بالعلاقه بين الشاغلين والمستاجر احنا ما تكون نطلع عليها اذا ما تظهر لنا للسطح او توصل الى مسامعنا او عن طريق تقارير موظفينا او عن طريق الشاغلين تقديم شكاوى. فانا مثل ما اي حاله سلبيه مخالفه للقانون يمارس المستاجر ضد هؤلاء الشاغلين اتمنى ان يكون الشاغلين ايصالها باي وسيله كانت، سواء عبر قنوات جميع دوائر الامانه لديها صفحات على مواقع التواصل تستقبل الشكاوى، اضافه الى امكانيه مراجعتهم الكوادر او الى مقر دائرة العقارات، وراح يشوفون انه النتائج ان شاء الله اكو حلول ان شاء الله تبشر بخير لهم. ضروري الحلول موجوده ومتوفره، ولكن كل عندما تعرض المشاكل. تمام، انا اشكرك جزيل الشكر انه اعطيتنا من وقتك وخليتنا اليوم نطرح المشكله اللي الناس تناشد بيها، بالتالي ذولا كلهم يركضون على رزقهم من الصبح لليل واكو ناس تحاربهم، فاليوم احنا مهمتنا انه نكون وياهم نوصل صوتهم للجهات المعنيه، وان شاء الله انتم ما تقصرون يا ربي. شكرا، شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا لقناه السومريه على تحت هذه الفرصه، شكرا لكم لنقلكم معاناه المواطنين لامانه بغداد، واتمنى انه تكونون ايضا انتم توصلون رساله امانه بغداد الى جميع المواطنين او الى اصحاب الشكوى اللي تناقشنا بها، انه امانه بغداد مع المواطن في ضوء الحدود اللي رسمها القانون. اتمنى انه ما يلتفتون للكلام الاشخاص الخارجين عن القانون اللي يتحدثون باسم جهات او انه مدعومين من جهه معينه ومدعومين من امانه بغداد، لربما تكون هناك عناصر سيئة مع احترامي لكم، ولكن هذا لا يمثل القاعدة. يراجعون إلى مقر أمانة بغداد أو إلى أقرب دائرة بلدية وراح يشوفون أنه هؤلاء أشخاص مجرد يمارسون عمليات الابتزاز وهي عمليات مخالفة للقانون. شكرا جزيلا لك. أنا أشكركم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. يعني هسه اللي افتهمت من عندك أستاذ محمد أول شيء أشكرك. أنا حاضر لأي شيء. همين وضحت الصورة، لأن بالتالي أنه هذول اللي قاعدين هم كلهم عوائل فقيرة. نعم على راسي على راسي. هم لو أكو شغل غيره ملك شاني ما أبقى قاعد بسوق. نعم هم أغلبيتهم أقربائي. أقربائك. أقربائي وأصدقائي بس هم يعرفون هذا الحكي ويعرفون الأمانة ما تعذر. يعني هسه انا اشوف ايش كتاب انذار وقلت لكم تو شوف الدار بس تبقى تقعدون عندي كتب، يعني اقل تاخير على مانع يصير علينا حجز وحجز حجز عقارات لبيوتنا، يعني انا فوق مانع ما اخذ مستثمر نوع من حجز بيتي. شكرا جزيلا لك استاذ محمد. اهلا وسهلا. طبعا بالنهايه مشاهدينا مثل ما شفتوا انه احنا بالبدايه رحنا لامانه بغداد وقالوا انه احنا فاتحين ابوابنا لاصحاب محلات سوق حي الجهاد، والتقينا باصحاب سوق حي الجهاد قالوا انه الاسعار تصير علينا كلش غاليه واحنا ما نطلعها، يعني سعر المحل كل سنتين تجديد العقد 3.5. وايضا من يعني الصدفه الحلوه انه يوم شفنا المستثمر داخل هذا السوق واجا هم انطى كلامه ورايه قال انه هذه كل المبالغ اللي ذكرتوها هاي مبالغ وهميه، انا ما اخذ هاي المبالغ من عندهم، بالتالي احنا اليوم نريد صوره حل، احنا لا نريد اليوم المستثمر هو يتاذى ويروح حقه، ولا نريد اصحاب المحلات ياخذون من عندهم هاي المبالغ، فنريد الحل اليوم من امانه بغداد ومن الحكومه العراقيه ان تشوف هذه الطبقه، الطبقه الكادحه، اكو هواي يوم من عندهم يطلعون من الصبح لليل حتى بس يطلعون لقمه العيش مالتهم، بس على قد اللقمه. لهنا وانتهت حلقتنا مشاهدينا من برنامج 52 دقيقه، انتظرونا بحلقه جديده في امان الله. We'll be right back.